قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان الأحوال الشخصية، حيث استضاف البرنامج المحامي النظامي والكنسي خلدون صلايطة الذي أوضح خلال الحوار مفهوم عنوان الحلقة التي تعنى بالشأن الأسري وعلاقات الأفراد فيما بينهم والنزاعات الأسرية في المجتمع، والتعريف كذلك بقانون الأحوال الشخصية الذي تطبقه الكنائس المحلية في المملكة. فإلى هناك، إحنا سعداء أن تكون ضيفنا في هذه الليلة، وبدنا ندخل معك كما قلت للمستمعين والمستمعات، بدنا ندخل إلى المحاكم الكنسية، بدنا نفتح صفحات القانون، قانون الأحوال الشخصية، وبدنا نسمع عن تجربتك الطيبة. بداية، إيش الأحوال الشخصية؟ يعني إيش يعني؟ شو تعني؟ يعني واحد بسمع بقول أحوال الشخصية، إيش يعني الأحوال الشخصية؟ قوانين الأحوال الشخصية أبونا، أو قانون الأحوال الشخصية، هي القوانين التي تعالج أحوال الناس الشخصية، سماها القانون لأنها تعالج أمور العائلة، أمور الفرد زي ما تفضلت في المقدمة وتفضلت حضرتك، قلت أنه هذا قانون الأحوال الشخصية يهم الفرد، يهم العائلة، يهم المجتمع بالنتيجة، لأنه المجتمع هو بالنهاية أساس المجتمع هي العائلة. لذلك فقانون الأحوال الشخصية بعالج الأمور الخاصة بالفرد ضمن إطار العائلة، ضمن إطار الأسرة، فبيعالج زواجه، يعالج ما يترتب على هذا الزواج لاحقا، يعالج مواضيع الإرث، مواضيع حقوق الأزواج، يعالج مواضيع حقوق الأبناء والآباء كذلك. فهي الأمور اللي بحيط فيها قانون الأحوال الشخصية، مركزها العائلة. خليني أذكر أنه حتى الدستور الأردني حكى أنه الأسرة هي أساس المجتمع، وخاصة بالنسخة الجديدة. نعم التعديل. هي الأسرة هي أساس المجتمع. لذلك تحظى الأسرة باهتمام كبير في قانون الأحوال الشخصية، لأنها هي أساس المجتمع. لذلك منشوف أنه قانون الأحوال الشخصية إذا بنطلع عليه عموما، بنطلع عليه بشكل مجمل، نجد أبونا أنه قانون الأحوال الشخصية مهمته المحافظة على الأسرة.